هل اشترك الإمام الحسن عليه السلام في بعض الغزوات والمعارك والفتوحات أو لا؟ وهذا مبحث تاريخي طويل الذيل، ولكن الرأي غير الإمامي الموجود في مصادر كتب المدرسة الخلفاء، وينقلون عن تاريخ الطبري وعن المنتظم لابن الجوزي وغيرهم، أن الإمام الحسن عليه السلام شارك في رأيهم في موضعين على الأقل، واحد في شمال أفريقيا قالوا تحت قيادة سعيد بن العاص، والمورد الثاني في فتح طبرستان في إيران. هذا كان في زمان الخليفة الثالث، يعني سنة 27 وسنة 30 للهجرة. الرأي الموجود في مصادر مدرسة الخلفاء هذا، طبعا هذا رح يرتب عليه شيء آخر وهو أمر عقائدي، أنه ما دام الحسن قد شارك في مثل هذه الحروب فمعنى ذلك أنه يرى شرعيتها، إذا رأى شرعيتها معنى ذلك أنه شنو؟ يرى شرعية الخلفاء، ومعنى ذلك أن علي بن أبي طالب يرى أن خلافة الخلفاء مشروعة. رأي المدرسة الإمامية غالبا يقولون هذا لم يثبت من طرفنا في أي رواية، يعني الروايات التي تتبعت حياة الحسنين عليهما السلام في أدق تفاصيلهما لم تذكر هذا الموضوع، ولو كان لبان، يعني بالتالي هذا أمر من الأمور التي ينبغي أن تذكر غالبا، معركة وحرب ومشاركة وإلى آخره، وممر مرتين وفي سنوات متعددة، والإمام الحسن والحسين في ذلك الوقت أعمارهم كبيرة، يعني في سنة 27 يكون عمر الإمام الحسن مثلا 24 سنة والإمام الحسين 25 سنة، وفي تلك الأخرى إذا سنة 30 أكبر من ذلك. الروايات التي فصلت في حياة الحسنين عليهما السلام لا تذكر أي شيء عن هذه المشاركة، فلماذا؟ هذه خلي علامة استفهام، هذا أمر. الأمر الآخر هو هذا الموضوع العقائدي، أنه هل يمكن مثلا، بعضهم أيضا طوخها، رأيت في كتاب لمؤلف باسم القول السديد في أحوال الحسين الشهيد وهو من غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذا عجيب جدا إذ لم يذكره أحد بهذا المعنى، يقول أن الحسين شارك في الجيش الذي قاده يزيد إلى القسطنطينية، يعني الحسين صار تحت قيادة يزيد بن معاوية، هو أصل قيادة يزيد لجيش القسطنطينية محل كلام مفصل، فأنت أولا ثبت العرش ثم انقش عليه. على كل حال، فواحد من الأمور أننا لا نجد هذا المعنى موجودا في روايات أهل البيت عليهم السلام وفي مصادر الشيعة الإمامية، وأكو هناك أيضا هذا المحذور ليأخذ جانب عقائدي، لا سيما في القول مثل أن مثل يزيد سيكون قائدا للحسين عليه السلام. على كل حال، هذه تبقى قضية تاريخية لا يمكن إثباتها، هي إلى الآن لا تزال في مستوى دعوى من قبل بعض المؤرخين، لا توجد عليها قرائن واضحة.